وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقوا ليعبدوا الله رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، جنا وإنسا، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معضلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر على المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فظننتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخلق ليعبد، إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته، هذه العبادة.